سلام الكبيدات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد كي شفتوا معايا خاص للمبتدئات. هنا الحبيبات ديالي شفنا في الفيديو الاول قبل من هذا العقيق اللي غنخدموا به خاص للمبتدئات. دابا انا جيت نوريكم المرمى كيفاش ديروا تصاوبوها. المرمى البنات هانتوما غادي تجيبوا واحد الخشيبه، هانتوما هكا شفتوها، غادي تكون الطول ديالها 50 سنتيم او 60 سنتيم. هاد الخيوط هادو راهم بقاو هنايا 50 سنتيم او 60 سنتيم على حسب نتوما واش بغيتوا المريمة طويله هكا للتعلم ولا بغيتوها غير صغير. صافي، وغادي تجيبوها العرض ديالها، العرض ديالها يكون فيه 15 سنتيم 10 سنتيم على حسب نتوما شنو بغيتوا. انا غنقول لكم غير كيفاش ديروا لها. بغيتي ديها عند النجار هكا غتقولي له. صافي، غادي تجيبي هاد الخشيبه هادي، وغادي تجيبوا عاوتاني خشبه هنايا قد العرض ديال هادي، قد العرض ديال هادي، فهمتي؟ بحال دابا هنا عندك 10 سنتيم او 20 سنتيم، حتى في هادي العرض ديالها غيكون 20 سنتيم. صافي، وغادي تجيبي من هنايا مشيطه، ها هي شتيها انتما، شتو هاد المرمى هادي راه عندي ليها 3 سنين. انتما غتجيبو مشيطه هكا، غادي ديروا هاد السنان هادو اللي كبارين من الفوق وهاد السنان هادو اللي صغارين من التحت. غادي تجيبي مسمرات غتشديها بيهم، فهمتي؟ غتجي هنا للوسط، غتجي هنا للوسط غديري واحد المسمار اللي غادي يكون مسمار، شو هذا مسكين ملوي عليه هذا الخيط، غتجيبو مسمار غادي ديريه في الوسط وتشديه مزيان حتى هو وتخليه. صافي، عاوتاني نفس الطريقه لهاد الجهه هادي، شتيها ها انتيا شتي هادي. راه البنات انا راني قلبتها من كنت كنخدم بها، تهرست لي من هنايا وانا نقلبها، فهمتي؟ غادي تجيبي عاوتاني هاد السنان الكبارين كيف ما الطريقه اللي ديريهم هنايا، غتجي للوسط هنا وغديري مسامير، فهمتي؟ وهكا البنات هذه هي المريمة ديالنا. راه ساهله والله الا ساهله، ما تاخذش منك بزاف ديال الوقت. كاع الا كانوا عندك هكا تخشيبات هكا في الدار صوبيها غير راسك والله الا. يلا الحبيبات ديالي، هذه هي المريمة ديالنا. صافي، مشطه هنا ومشطه هنايا، وغتجيبي مسمار هنا ومسمار لهيه. صافي، وهذه هي المريمة ديالنا البنات. يلا السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال التسديه والطريقه ديال بدء الخدمه. صافي.